خلينا كده نرسي قاعدة. مصر الجديدة هيتحب، يتحب كده من أول ما تشوفه أو تزوره أول مرة، ولو ساكن فيه هتحبه قوي كمان. مصر الجديدة كحي لو نقدر نقول عليه صناعة بعيون بلجيكية، نظراً يعني لأن البارون إمبان مؤسس حي مصر الجديدة رجل أعمال بلجيكي. لكن تعالوا بقى نبدأ من عند اللقطة اللي ظهر فيها المهندس حبيب يوسف عيروت. ظهر في حياة البارون إمبان عشان يغير طابع مصر الجديدة اللي كان البارون عايزه بشكل، والمهندس حبيب عيروت وداه في حتة تانية خالص. المهندس المصري الوحيد اللي ساهم في تأسيس حي مصر الجديدة في أوائل القرن العشرين، اللي هو يعني 1902 كده. كان البارون إمبان جاي مصر مهندس معماري ورجل أعمال بلجيكي الجنسية، كان ليه استثمارات في أماكن كتير جدا منها طبعا مصر. على 1904 بقى كان جايب غرض تأمين فوزه في مناقصة مد سكة حديد بين مدينة المطرية ومدينة بورسعيد، ولكنه ما فسش بالمناقصة. يرجع بقى بلدهم؟ لا، وقع في عشق مصر وقرر هيكون له استثمارات كتير جدا في المكان ده. وفعلا في يوم مشمس معتدل نهارا خد حصانه وخد معاه صديق مهندس معماري شهير جدا، وفضلوا ماشيين لحد ما بقوا في الصحراء، وبعدوا عن العاصمة حوالي 10 كيلو. وفوق هضبة عالية شاور بإيده وقال: أنا هبني هنا مدينة هيكون اسمها هيليوبلس، يعني مدينة الشمس، وهبدأ أن أنا أبني قصر كبير جداً ليا، وحاجة بقى الناس كلها تتكلم عنها. الناس بقى اللي كان عايزهم يتكلموا عن المدينة شافوا مجنون رايح يبني مدينة متكاملة فين؟ في الصحراء. تجاهل البارون إمبان كل الكلام، وبالفعل راح اشترى من الحكومة 6000 فدان. الفدان بجنيه، يعني مصر الجديدة كلها وقعت على البارون ب6000 جنيه. ولكن اللي حصل لما البارون خد القرار ده إنه هيعمل حي سكني في الصحراء الشرقية الشمالية للقاهرة، وصل الخبر ده طبعاً لسكان وسط البلد اللي كان منهم عائلات لبنانية وسورية كتير جداً، وكتير منهم خدوا قرار إنهم هيسيبوا شبرا والفجالة ويروحوا الحي الجديد مصر الجديدة. ولكن يشاء القدر إن كان من ضمن الأسر دي الأسرة المصرية السورية، أسرة المهندس حبيب يوسف عيروت، المهندس المصري اللي درس بمدارس فرنساوي بحي الخرنفش وسافر فرنسا يكمل دراسته وتخرج من أشهر معاهد الهندسة في باريس. ولما رجع مصر اتعين مهندس في مصلحة السكة الحديد المصرية، وبعد 7 سنين شغل في المصلحة استقل من الشغل وقرر يفتح مكتب هندسي معماري خاص بيه. مين يسمع عنه بقى؟ البارون إمبان اللي كان في مراحل تأسيس ضاحية مصر الجديدة، لسه كده في أوائل الخطوات، وكان عنده جيش من المهندسين من فرنسا وبلجيكا، ولكنه شاف شغل المهندس حبيب أعجب به جدا، وبقى من أوائل عملائه في المكتب بتاعه. طبعا كده ملامح المشهد بتتجمع، مهندس مصري البارون معجب بشغله، وهو في نفس الوقت بيأسس حلمه حي مصر الجديد. في ليلة بقى من ذات الليالي البارون إمبان جاله رسومات من مهندس معماري كبير جدا في بروكسل. الرسومات دي كانت لمجموعة منازل جديدة من اللي هي هتتبني في حي مصر الجديد. يعمل ايه بقى البارون؟ من ضمن مهندسين كتير جدا بيشتغلوا معاه في إنشاء حي مصر الجديدة وتأسيسه، استدعى وطلب المهندس المصري حبيب يوسف عيروت، ويدور الحوار التالي بين البارون والمهندس حبيب عيروت. البارون قال له: ايه رأيك في الرسومات دي؟ المهندس حبيب رد بشكل قاطع مانع، قال له: رسومات عديمة القيمة. الرد طبعا كان صعقة وصدمة بالنسبة للبارون إمبان. قال له: يا صديقي عيروت، انت جاهل، اللي صمم الرسومات دي اكبر معماري في بلجيكا. رد المهندس حبيب بمنتهى الهدوء وقال له: جايز جدا يكون اكبر معماري في بلجيكا، ولكنه ما يعرفش مصر كويس. ودلل على كلامه ده ان مفيش حد هنا في مصر هيقبل انه يعيش في بيت المطبخ بتاعه قريب جدا من مدخل الشقه، وان الحمام مساحته صغيره جدا بالشكل ده اللي موجود في الرسومات. لو كان البارون إمبان بيمتلك جيوش من المهندسين الاجانب وفكر ورؤيه وحلم، لكن كان ناقصه فعلا بقى رؤيه المهندس حبيب عيروت، لان المهندس حبيب معاه بقى الروح، معاه مزاج المصريين كده اللي فعلا هيسكنوا جوه البيوت. وفي اللحظة دي كلنا بقى يا جماعة، كل سكان مصر الجديدة وأنا منكم، لازم نشكر المهندس حبيب عيروت اللي برؤيته وفهمه لروحنا ومزاجنا قدر يقنع البارون إن تصميمات البيوت تتغير، يعني بقى السقف يبقى عالي والمطابخ واسعة، وإن الحمامات ما تبقاش عند باب الشقة، وإن احنا نفضل كده نفتخر إن احنا سكان مصر الجديدة بمعمارها المتميز وميادينها والكربة بقى اللي لوحدها حكاية، وجمال بيوتها اللي حلوة طبعا بروح وقلوب ناسها الجميلة. شكرا جدا باشمهندس حبيب يوسف عيروت بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن كل سكان مصر الجديدة، وشكرا كمان انه خلانا نقدر نبتدي الحكاية بلولا انت.